السلام عليكم. دائما مع فكرة بنت. اليوم سنقوم بشرح الإسطمبة التي شرحناها في الدرس السابق. نقوم بتطبيقها على الحائط بهذا الشكل. ثم نقوم بوضع ثقب لكي نضع نقطة، ثم نستمر بهذا الشكل. ثم نقوم بربط النقاط من الأعلى إلى الأسفل كما شرحنا في الدرس السابق. 20 سنتيم نقطة، أو نضع ثقب أعلى ثقب على الإسطمبة. نقوم بتحديد تلك النقطة. المرحلة الثانية نقوم بوصل تلك الخطوط كما تشاهدون. نستمر في وصل ما بين النقط حتى ننتهي بنفس الشكل. عندما ننتهي من المرحلة الأولى بهذا الشكل، نقوم بوضع لاصق، شريط لاصق على هذا الجنب بهذا الشكل.
عندما ننتهي من وضع الشريط اللاصق نقوم بصباغة الجزء باللون. اخترنا هذا اللون ولكم حرية الاختيار. نقوم بالصباغة. وضعنا شريط لاصق ليساعدنا على تطبيق هذا الشكل. ونستمر بنفس الشكل حتى ننتهي. عندما ننتهي من وضع اللون الأول نقوم بالصباغة على الجزء الثاني بوضع لاصق شريط لاصق. نستمر في نفس العملية. Thank you.
قم بإزالة شريط اللاصق هذا فيديو توضيحي فقط للإخوان كيفية تطبيق هذه الرسمة بواسطة قالب ترويدي أو إسطمبة. نقوم بالاستمرار على نفس المنوال حتى ننتهي من الحائط بأكمله بهذا الشكل كما ترون، لنحصل على هذا الديكور كما تشاهدون في الصور. ونستمر بنفس الشكل حتى ننتهي من الرسمة. إن أردنا أن يبقى هذا الجزء بلون الحائط الأول أصلي، أو نريد أن نطبق لون يشابه هذا اللون على حسب اختياراتكم. هذا الفيديو فقط توضيحي للطريقة. أتمنى أن ينال الشرح إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.